يريد الواحد منا أن يصل إلى الدرجات العلى في الجنة، طريقها الهداية، وأول هذه الهداية بصلاح القلب. كذلك يريد الواحد منا أن يكون مؤثراً على من حوله، يريد أن يؤثر على أبنائه تأثيراً حسناً، وعلى إخوانه وعلى جيرانه، يريد الزوج أن يكون له أثره الحميد على زوجته. من أين ننطلق؟ ننطلق من القلب، فإن باب الهداية وباب الخير هو هذا القلب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. القلب سمي بهذا الاسم لأنه يتقلب، وبالتالي نحتاج إلى تثبيته وتركيزه، فإنه منطلق الهداية. الراسخون في العلم ماذا يقولون؟ يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تزغ ماذا؟ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذا أردت صلاح أحوال الناس في دنياهم وأخراهم فالمنطلق هو القلب. ألم تستمعوا إلى قول الله: ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما بأنفسهم. ولذلك علينا أن نسعى إلى تصحيح ما في هذا القلب، فإن به سعادة الدنيا والآخرة، وبه النجاة من نار جهنم والفوز بجنات الخلد.